تحية لكم مشاهدي الأخبار يا سوريا، أينما كنتم، إلى هذه التغطية المباشرة التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية، خاصة ما يتعلق بتقدم الجيش العربي السوري على مختلف المحاور، على مختلف الجبهات، على أكثر من محور، بعد أن استعاد بالأمس كامل ريف حلب الشرقي، خاصة بعد الإنجاز بتحرير ناحية مسكنة الاستراتيجية. يتابع التقدم على محاور أخرى، نتحدث عن تقدم في شرق تدمر وكذلك في أرياف حماة، وربطا مع المحاور الأخرى في دمشق وأرياف دمشق والسويداء بطبيعة الحال. هذا ما يتعلق في الميدان. نتطرق كذلك إلى التطورات السياسية، ما يتعلق بالتحضيرات لاجتماع السنة منتصف الشهر الجاري، ونفرد المحور الأخير للصراع الخليجي. إذا نبدأ من التطورات الميدانية مع مراسل الإخبارية السورية في درعا ليطلعنا على آخر التفاصيل. معنا رامي الشاعر مباشرة، فإذا من درعا. رامي، لو تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية منها، وأيضا ما يتعلق بالتصعيد الإرهابي الذي يستهدف الأحياء السكنية في درعا. نعم، تحية لكم زملائي في استوديو الإخبارية السورية في العاصمة دمشق. طبعا التطورات الميدانية في محافظة درعا تشهدها مدينة درعا ومحيط مدينة درعا بعد أن قام الجيش العربي السوري باستهداف المجموعات الإرهابية المسلحة في بلدة أنعيمة شرق مدينة درعا بنحو 3 كيلومتر، إضافة إلى مقتل قائد التنظيمات الإرهابية المسلحة في تلك المنطقة. حاولت المجموعات الإرهابية المسلحة في درعا البلد وحي المنشية الحدود الأردنية السورية كما نشاهد مباشرة بعدسة الكاميرا. المجموعات الإرهابية المسلحة في هذه المنطقة حاولت الهجوم بشكل عنيف على مواقع رجال الجيش العربي السوري ومحاور رجال الجيش العربي السوري في مدينة درعا وحي المنشية، ولكن الجيش العربي السوري قام بالتصدي لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة مكبدا إياها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. إذن محيط مدينة درعا، يقوم الجيش العربي السوري في محيط مدينة درعا باستهداف التنظيمات الإرهابية المسلحة سواء في الجنوب وسواء في الشرق أيضا كما نشاهد الآن. الجيش العربي السوري وحدات الجيش العربي السوري في مخيم درعا تحديدا والبساتين المحيطة لمخيم درعا، يقوم الجيش العربي السوري وحدات الجيش العربي السوري باستهداف التنظيمات الإرهابية المسلحة بشكل مكثف في هذه المنطقة. سلاح المدفعية، وحدات الإسناد الناري، سلاح الصواريخ، إضافة إلى سلاح الجو الذي له دور كبير أيضا في القضاء على أوكار التنظيمات الإرهابية المسلح مدمرا أسلحة وذخائر وأيضا رتول إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تتوافد من الأردن عن طريق الحدود الأردنية السورية عن طريق درعا البلد إلى منطقة المخيم، مخيم النازحين. إذن الجيش العربي السوري يقوم بإحكام الطوق على التنظيمات الإرهابية المسلحة المتواجدة في المخيم والبساتين المحيطة بهدف السيطرة على مخيم درعا والبساتين المحيطة بالمخيم، كون هذه المنطقة وكون هذا المخيم له موقع استراتيجي بالنسبة إلى مدينة درعا وحدود مدينة درعا. لابد من الإشارة أيضا بأن التنظيمات الإرهابية المسلحة تقوم باستهداف مدينة درعا وأحياء مدينة درعا بقذائف صاروخية وصواريخ محلية الصنع بين الحين والآخر. تعرض حي السحاري وحي السبيل وحي الكاشف وحي شمال الخط في مدينة درعا لعدة قذائف صاروخية، ما أدى إلى أضرار مادية، ما أدى إلى إصابات وجرحى، تم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني. كان هناك أيضا إصابات فوق المتوسطة، تم نقلها إلى المشافي في العاصمة دمشق. نعم، هذه كانت أبرز التطورات الميدانية في محافظة درعا حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بكل جديد إثر حدوثه. عودة إليكم إلى استوديو الإخبارية السورية في العاصمة دمشق. أشكرك على كل هذه المعلومات رامي الشاعر، مراسل الإخبارية السورية في درعا. شكرا جزيلا لك رامي. من درعا مباشرة إلى دير الزور مع مراسل الإخبارية السورية في المنطقة الشرقية أحمد الحمدوش ليوافينا بآخر التفاصيل المتعلقة بدير الزور. تحية لك أحمد. تحية لك إذا. أهلا بك أحمد. إذن الجيش العربي السوري يسقط طائرة مسيرة لتنظيم داعش الإرهابي ويقضي على عدد من إرهابيي في دير الزور، لو تضعنا في صورة التفاصيل والتطورات وهي كثيرة في دير الزور. نعم زميلة سناء، يعني لا يزال وحدات من الجيش العربي السوري بمؤازرة القوات الرديفة تتصدى لهجوم عنيف يشنه تنظيم داعش الإرهابي على المحور الجنوبي من يعني في محيط منطقة البانوراما. طبعا تنظيم داعش في هذا الهجوم الذي وصف بالأعنف استخدم أسلحة متطورة جدا، إضافة إلى استخدامه عناصر للتنظيم من عناصر النخبة، ولكن استرسال أبطال
الجيش العربي السوري والقوات الرديفة منع التنظيم من تحقيق أي نصر جديد. يعني في المقابل هو تنظيم شن هذا الهجوم نتيجة الخسائر المتلاحقة التي تلقاها في ريف حلب وريف الرقة ومعركة البادية السورية، فهو يريد تحقيق نصر لرفع معنويات عناصره المنهارة، ولكن أبطال الجيش العربي السوري لم يسمحوا له بتحقيق أي نصر. طبعا في هذا الهجوم آزر سلاح الجو والمدفعية الوحدات المقاتلة على الأرض ووجهوا ضربات مكثفة، تركز هذه الضربات في محيط البانوراما ومزارع البانوراما إضافة إلى كوع الميادين والطريق الممتد من تدمر إلى دير الزور، وأيضا في المواقع المتأخرة للتنظيم في محيط جبل السردة وحقل التيم النفطي. كبد إرهابيين خسائر كبيرة ودمروا عدد من الآليات ودبابة، واليوم أيضا تم إسقاط صباحا طائرة مسيرة عائدة للتنظيم كانت ترجع الجيش العربي السوري، تم إسقاطها من قبل أبطال الجيش في منطقة البانوراما. أشكرك على كل هذه المعلومات أحمد الحمدوش مراسل إخبارية سورية في المنطقة الشرقية. ننتقل من دير الزور إلى حلب ونتابع في حلب الواقع الخدمي مع مراسل إخبارية سورية أنس رمضان. تحية لك أنس، يبدو أن أنس ليس جاهز معنا بعد. جاهز معنا أنس؟ نعم، فإذا ننتقل مباشرة إلى أنس رمضان مراسل إخبارية سورية في حلب. أنس، لو تضعنا في صورة التطورات المتعلقة بالجانب الخدمي لديك. نعم، تحية لكم زملائي في استديوهات الإخبارية السورية وتحية لمشاهدي الإخبارية السورية تحديدا من هذه المنطقة، منطقة صلاح الدين التي تعتبر من أكبر الأحياء كمساحة جغرافية وأيضا كتعداد سكان هذه المنطقة التي حرر منها الجيش العربي السوري أجزاء واسعة ودحر فيها المجموعات الإرهابية المسلحة. هذا الحي بمساحته الواسعة يعود اليوم إلى الواجهة مع عودة أهالي. هذه العودة ناتجة عن ما تقوم به محافظة حلب والقطاعات الخدمية هنا في هذه المنطقة. هنالك أكثر، يعني في هذه الأثناء هنالك أكثر من 200 عامل يعملون، منهم من يقوم بترحيل الأنقاض، منهم من يعمل على غسل الشوارع، منهم من يعمل أيضا على صيانة الحدائق والشبكات الموجودة هنا في هذه المنطقة، منطقة صلاح الدين، التي فعليا يعني من خلال جولة الكاميرا كاميرا الإخبارية السورية وجدنا عودة عدد كبير من الأهالي الذين يصرون دائما على عودة الخدمات إلى هذه المنطقة، وهذا فعليا يعطي دفع لعودة الأهالي كما ذكرت ويشجع عودة الأهالي. الأستاذ والمهندس محمد مؤذن مدير الخدمات المركزية في مجلس مدينة حلب، دعنا نتحدث عن ما تقومون به من هذا بهذه الأعمال التي فعليا لها انعكاسات إيجابية. أسعد الله صباحكم. نحن من بداية تحرير مدينة حلب وبناء على توجيهات السيد محافظ حلب والسيد رئيس مجلس مدينة حلب، تم استنفار كافة طاقات مجلس المدينة وتم الاستعانة بالشركات والمؤسسات الخدمية القطاع العام، الإنشاءات العسكرية، الإسكان العسكري، الإنشاء والتعمير، المشاريع المائية، جميع المؤسسات والشركات القطاع العام، تم استنفارهم في كافة المديريات الخدمية لفتح الطرقات وترحيل الأتربة والأنقاض في كافة الأحياء. تم استهداف بداية الأمر، تم استهداف المحاور الرئيسية والشرايين الرئيسية في المدينة، والحمد لله رب العالمين تم فتح كافة الشوارع الرئيسية، كما تم التركيز على كل مديرية من المديريات بحيث أن يتم كل شركة تستهدف مديرية من المديريات بحيث يتم ترحيل الشوارع الرئيسية والفرعية. نعم. لا، عم نشوف أنه ترحيل الأنقاض كمان من أمام الأبنية السكنية. نعم نعم، بالنسبة للإخوة المواطنين والحمد لله رب العالمين بعد فتح الشرايين الرئيسية وإزالة الأتربة بالشوارع الفرعية، الإخوة المواطنون يعودون والحمد لله رب العالمين إلى أحيائهم ولا إلى بيوتهم، وبالتالي يقومون بأعمال التنظيف وإزالة الأتربة من منازلهم ووضع أمام البيوت، وبالتالي يقوم مجلس مدينة حلب بإزالة الأنقاض والأتربة من أمام هذا تخفيفا على أخوتنا المواطنين. شكرا. أستاذ المهندس محمد مؤذن مدير الخدمات المركزية في مجلس مدينة حلب، شكرا لانضمامك معنا. إذا فعليا زملائي نحن على تواصل في بالنسبة لتغطية هذه الأعمال التي كما ذكرنا في وقت سابق كانت يعني سببا رئيسيا
ودافع لأهالي حلب بالعودة إلى أحيائهم وإلى بيوتهم. كما نشاهد سنبقى في تغطية كل هذه الأعمال الخدمية إلى الآن. أعود إليكم على أن نعود أيضا في رسائل مباشرة خلال هذا اليوم وأيضا الأيام القادمة. عودة إليكم. أشكرك جزيل الشكر على كل ما وفيتنا به. مراسل إخبارية سوريا في حلب أنس رمضان، شكرا جزيلا لك أنس، وبطبيعة الحال سوف نكون معكم فور ورود أي جديد أنس، وشكر موصول لكل مراسلي الإخبارية السورية في مختلف المحافظات. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق العميد علي مقصود الخبير العسكري. تحية لك سيادة العميد. تحية لك سيدة سناء، وتحية لكل بك. السادة المشاهدين الأكارم، وتحية فخر لحماة الوطن وموئل الكرام. أهلا بك سيادة العميد. نبدأ بالإنجازات التي تحققت بالأمس ما بعد استعادة مسكنة كامل ريف حلب الشرقي، تمت استعادة السيطرة عليه، ماذا في الأهمية وكيف سيبنى على هذا الإنجاز في العمليات اللاحقة؟ الجيش العربي السوري بات على أبواب الرق. أولا مدينة مسكن لها أهمية استراتيجية كونها تقع مباشرة على ضفة الفرات، وهي كانت من أكبر المعاقل للدواعش، واستمرت هذه الدواعش بالانسحاب من المناطق التي يحررها الجيش ويسيطر عليها، فكان الملاذ الآمن لهم هو مسكنة. وكلنا يعرف بأن مسكنة تتبع لها الخفسة التي تتواجد فيها أو تتوضع فيها محطة البابير، محطة ضخ المياه، وأيضا مسكنة هي تشكل المدينة الكبرى بالنسبة إلى الريف الشرقي لحلب الذي يفتح الطريق والبوابات باتجاه مطار الطبقة والطبقة، وأيضا باتجاه الحباري والمنصورة باتجاه مدينة الرقة. لذلك عندما تم تحرير مدينة مسكنة والخفس وهذه المناطق المحيطة فيها، إن كان الدرة الجديدة والمز وعدة مناطق، وقبلها مطار الجراح أو كشيش والمهدومة وتل قواص، فعمل الجيش مباشرة على توسيع هذه السيطرة جنوبا لكي يقطع الطريق أمام المجموعات الداعشية التي تخرج من الرقة وبعضها يخرج من دير الزور، لكي يستهدف هذا الشريان الذي يخرج من إسريا باتجاه خناصر. ولذلك كان هناك يعني تعزيز لأمن هذه المنطقة وتعزيز لسيطرة الجيش بسيطرته على سلسلة تلال الطويحينة المحاذية لطريق خناصر إسريا. نعم سيادة العميد، بما أنك تحدثت بالتفاصيل عن ما يتعلق بريف حلب الشرقي حيث تمت استعادة السيطرة عليه بالكامل، بالحديث عن المحاور الأخرى سيادة العميد، التقدم عليها مستمر سواء ما يتعلق بريف حمص، التقدم شرق تدمر مستمر في أرياف حماة دمشق السويداء، إذا نظرنا إلى مختلف هذه الجبهات والعمليات الحاصلة فيها، ماذا في الأهمية بالنسبة لربط المحافظات السورية بعضها مع البعض؟ واضح بأن الجبهة الشرقية بدءا من الريف الشرقي لحلب، يعني من الشمال وصولا إلى الجنوب مرورا بهذه البادية السورية، تشهد عمليات نوعية وكثيفة على عدة محاور، أهمها فعلا كان المحور الأوسط الذي يتفرع عنه محور باتجاه معبر التنف والمحور الآخر باتجاه السخن دير الزور. لذلك هذا المحور تم رصد القوة الرئيسية وحشد يتعدى قوامه 100,000 مقاتل، لأنه يكتسب أهمية استراتيجية، والسيطرة عليه تعطي الأفضلية للسيطرة على كل هذه المنطقة الاستراتيجية والغلب الثروات. فالجيش الذي وصل إلى محيط التنف قاطعا أكثر من 80 كيلومترا في عمق البادية السورية، ومعززا نقاط دفاعاته وترابط هذه المواقع، قطع الطريق على أي إمكانية التفافية من قبل المجموعات الداعشية، وبنفس الوقت أدى إلى تراجع حلفاء أمريكا ما يسمى بالجيش الحر الجديد، الذي حاول أن يتقدم على هذا المحور ويقطع الطريق
وواضعة أمريكا خطوط حمر يجب أن لا يتجاوزها الجيش وحلفائه، ولكن الذي حصل كسرت هذه المعادلة أمام إنجازات الجيش وسحق الدواعش. وأيضا في محيط السخنة حاولت الدواعش وبدعم من أمريكا وأدواتها الإرهابية أن تنفذ هجمات من داخل مدينة دير الزور لكي تؤخر وصول الجيش أو القوة التي تعمل خارج الطوق لمدينة دير الزور. لذلك كان هناك عملية صد للمجموعات الداعشية إن كان في محيط السردة، إن كان في كوع الميادين على طريق الشام، وإن كان أيضا في البغيلية وجبل السردة وعدة مناطق تم تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة. وكان هناك سقوط لطائرة مسيرة في جبل السردة أو بالمنطقة بالجزء الشمالي من جبل السردة. نعم سيادة العميد، بالنظر إلى مختلف هذه تفضل تريد أن تكمل الفكرة. نعم، أما بما يخص مدينة درعا فبعد أن تمكنت وحدات الجيش العربي السوري التي أقامت خط صد قوي ومتين في المنشية، بعد أن كبدوهم خسائر فادحة كان هناك ضربات جوية على 4 مواقع في مدينة درعا، أهمها كان في النعيمية وأيضا في طفس وفي كفر شمس، والضربة الأخرى في محيط حي النازحين، باعتبار أن عمليات الجيش انطلقت هجوما بعد أن أخرجوهم من حي المنشية أو من مزارع حي المنشية، فبدأت عمليات الجيش في محيط حي النازحين بضربات تمهيدية لاقتحامها من قبل القوات البرية. أي أن هناك عملية في الجنوب السوري على 3 محاور. نعم سيادة العميد، اليوم بالنظر إلى مختلف هذه الجبهات وهذه العمليات المستمرة والجيش العربي السوري يحقق الإنجازات المتتالية، ماذا في أولويات الميدان في المرحلة المقبلة وكيف سيبنى على كل الإنجازات الحاصلة اليوم؟ لا شك بأن إنجازات الجيش في الريف الشمالي لحلب عززت عمليات الجيش على محور السخنة وأيضا على محور التنف، لأن أدوات أمريكا القوة المدعومة من قبل أمريكا لا تستطيع أن تعمل على كامل هذا الشريط الاستراتيجي الممتد من الرقة حتى الحدود مع الأردن. لذلك هناك عمليات تطوير لإحدى هذه المحاور لكي تسقط تقدم حلفاء أمريكا، وبالتالي تحويل جغرافيا إلى منطقة يسيطر عليها الجيش العربي السوري وحلفائه، لكي يتم رسم هذه الخارطة عبر الأفقية، لأن هناك سباق بالزمن. ولذلك عندما وصل الجيش إلى معبر التنف وعملت أمريكا على عرقلته بإخراج الدواعش من الرقة باتجاه دير الزور، وأيضا باستهداف القوة الطليعية التي كانت تتقدم في طليعة هذه القوات نحو معبر التنف، طور الجيش مباشرة عمليته في المحور الشمالي وأنجز المهمة كاملة، ووضع قواته في محيط قصر هدلة ومزارع فضة التي لا تبعد سوى 4 كيلومترات عن مطار الطبقة، لكي تقطع الطريق على أي عملية تفاهم وتنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والدواعش المدعومين أمريكيا، لأن يكون هناك أيضا سبقا للجيش العربي السوري لتحرير مدينة الرقة. ولكن المهمة الأولى هو فك الحصار عن دير الزور في هذه اللحظة، بعد أن وصلت وحدات الجيش العربي السوري على معبر التنف والتقت القوات القادمة من العراق. وعند هذه النقطة لأنها مهمة جدا سيادة العميد، أهمية الحاصل اليوم على الجانب العراقي، لأن الحشد الشعبي يتابع التقدم وكان آخرها تحقيق الإنجاز باستعادة قضاء البعاجل الحدودي. نعم أهمية ذلك. الجيش أقام نقطتي تواصل وارتباط مع هذه القوة من القادمة من العراق، لكي يكون هناك
أيضا عملية مروحة من القائم حيث هي نقطة الالتقاء مع القوات العراقية التي حررت البعاج بشكل كامل ودفعت بتعزيزات إلى القوة الموجودة في الأساس في أبو جريس لكي تتقدم إلى القائم، وبالتالي تبدأ معركة تحرير دير الزور يعني طحن الدواعش بين هذه القوة المتعاونة بين العراق وسوريا. وأيضا عندما نتحدث عن البنوما وجبل السردي والبغيلية وكوع الميادين، هي في الحقيقة تقع إلى الغرب من دير الزور وفي المحور الجنوبي الغربي، فهذا يعني بأن الجيش أيضا بعد أن أقام خطا دفاعيا استراتيجيا وانتشار عمليات كبير من سلسلة جبال الشومرية حتى محيط السخني، ستبدأ هذه العملية كقوة عمل خارج الطوق، أي الحصار والطوق المفروض على مدينة دير الزور. سيبدأ التنسيق بين القوة التي تعمل داخل دير الزور أي داخل الطوق بالتنسيق مع هذه القوة، وبالتالي تدمير الدواعش وتحرير مدينة دير الزور وإعادتها محررة إلى حضن الحرية وسوريا. نعم، متابعة لهذه التطورات لو تتفضل بالبقاء معنا سيادة العميد. ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق أبو حازم الصغير، أمين حركة سرح الانتفاضة. أهلا بك سيد أبو حازم. أهلا فيك. أهلا أختي. أهلا بك سيد أبو حازم. 50 سنة على النكسة، كيف نقرأ الحاصل اليوم بناء على ذلك؟ والعدوان يجدد استخدام يجدد أدواته مستهدفا محور المقاومة، واليوم باستخدام هذه الأدوات الإرهابية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المخطط الأمريكي هو الذي يقود كل هؤلاء الأتباع اللي موجودين في المنطقة ومنتجاتهم مثل داعش وكل المسلحين الذين جاءوا من كل صوب وحدب إلى هذه المنطقة وبالأخص إلى سوريا. بعد ما حصل ما سمي الربيع العربي، هذا اللي هو ليس عربيا ولا ربيعا عربيا، هذا ربيع تخريبي، هو مؤامرة أمريكية غربية كاملة مع كل أتباعهم من التكفيريين اللي أنشأوهم. هلا بعد 50 عام على نكبة فلسطين، لا شك أنه يعني نكبة فلسطين ما في شك أنها هي جوهر القضية في هذه المنطقة، وخاصة أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من كل ما يجري في الأقطار العربية. لا شك أنه إحنا نرى في هذه الأيام التي يحقق فيها محور المقاومة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوريا وحزب الله والفصائل الفلسطينية المقاومة، هو خطوات نصر قادمة لهزيمة هذا المشروع التكفيري الوهابي في المنطقة، وخاصة حينما رأينا أن العدو الصهيوني الذي كان له ضلع في مساعدة وتقديم كل ما هو ممكن من الأدوات الطبية والتسليحية والقضايا الأخرى للتكفيريين ولأولئك الجماعات المسلحة في منطقة الجولان، ولكن هذه المنطقة لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام الضربات لمحور المقاومة، فبالتالي هنا انكفأ الدور الصهيوني بشكله العلني إلى أن يكون هناك شكل آخر هو الشكل الاستخباراتي والأمني ومحاولات يعني القيام بعمليات أخرى تسند هؤلاء، لأنه هذه المنطقة اليوم التي تعرضت، وخاصة منذ أن بدأت منذ 6 سنوات ودخلنا في السنة السابعة ما يسمى الربيع العربي، هذا بدأ ينتهي هذا الربيع لأنه انكفى على أصحابه، وخاصة حينما نرى أن ارتداد
هذه الجماعات اللي أنشأوها ارتدت هي على المنشئين والممولين وعلى الذين دربوهم وهيئوهم. وكذلك الأمر في الساحة السورية، كل من دربوهم بدأوا يهزموا. وإذا نظرنا إلى الخارطة اليوم، الخارطة في الساحة السورية ونجاحات الجيش العربي السوري والحلفاء في هذه المنطقة، لا شك أنه نرى أن المدن الرئيسية السورية اليوم كلها تحت سيطرة الدولة بشكل كامل، وأصبحت معظم الأرياف تحت سيطرة الدولة السورية طبعا بدعم من الحلفاء. وهنا بدأوا يعيدوا حساباتهم، وجاء العراب الأمريكي دونالد ترامب إلى مؤتمر الرياض ليجمع هؤلاء المهزومين، هؤلاء المستسلمين، هؤلاء التوابع من السعودية إلى الأردن إلى كل هؤلاء المتآمرين الذين كانوا دائما في موقع التآمر على هذه الأمة. وسوف أعود إلى هذه النقطة. لم يتمكنوا اليوم، لم يتمكنوا ولن يستطيعوا أن يعيدوا ما حصل من هزائم لهؤلاء الجماعة. سوف أعود إلى هذه النقطة الهامة سيد أبو حازم، لكن أنقل ما ذكرته لسيادة العميد. سيادة العميد، بناء عليه، بناء على المعادلات الجديدة التي يرسمها الجيش العربي السوري اليوم على الأرض من مختلف المحاور ومختلف الجبهات، وبالتالي إفشال ما يخطط له الأمريكي، ما الذي سيعمل عليه الأمريكي في المرحلة المقبلة؟ لا شك بأن أمريكا بعد أن سقط مشروعها وبشكل أساسي في سوريا، حاليا تعمل على تحقيق أقل أو أن تخرج بأقل الخسائر من الميدان السوري، لأن الخطوط الحمر التي وضعتها أمريكا إن كان في حلب وأيضا في العراق أمام العشائر عندما بدأت معركة الفلوجة والأنبار وغير ذلك، ولكن كل هذه الخطوط الحمر سقطت ووصلنا إلى النهاية التي يتم إقامة هذا الرصيف الإقليمي الذي تحدث عنه ضيفك بأن هناك انتصار لمحور المقاومة. نعم، هذا ما تعمل أمريكا على إعاقته ومنعه من الاكتمال وأن يولد مكتملا مع نصر مؤزر في سوريا والعراق، وهو الرصيف الإقليمي الممتد من طهران، بغداد، دمشق إلى بيروت. لذلك كل محاولات أمريكا من الاستعانة وإعادة استجماع وتجميع هؤلاء القتلة يعني الرعاع لتعلن عن أن هناك فصيلا جديدا وهو جيش سوريا الحر الجديد بعد أن تكبد هزيمة منكرة ما أطلقت عليه قوات سورية أو جيش سورية الجديد منذ 5 أشهر عندما تقدمت إلى التنف، وهو يضم بقايا فلول الجيش الحر وجزء من العشائر الذين انضموا إلى هذه القوات. أنا أقول بأن أمريكا حاليا تعمل على استمرار وديمومة هذا الصراع ومحاولة تأخير سوريا والجيش العربي السوري من استكمال هذا الإنجاز الذي يعني تحرير الأطراف وهي المدن الشرقية، لأن الصراع الجيوستراتيجي أو الجيوبوليتي في الحقيقة حاليا يتجسد ويتبلور في هذه المنطقة، كون هذه المنطقة هي الخزان الاستراتيجي لمصادر الطاقة إن كان نفط أو غاز أو فوسفات، وأيضا الجزيرة العربية هي سلة الغذاء السوري بل سلة الغذاء للمنطقة. وعندما نتحدث عن أنابيب لتصدير الغاز أو النفط إلى أوروبا الشرقية، لا يمكن أن يكون هناك بغض النظر عن مصدر هذه الثروة إن كانت نعم. وهنا نتحدث عن أهمية الشرق السوري بالتحديد سيادة العميد. نعم، أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا العميد المتقاعد علي مقصود الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد أبو حازم. سيد أبو حازم، كيف نقرأ الحاصل اليوم؟ وأنت جئت على ذكر هذه النقطة، ما يتعلق بإقامة أحلاف جديدة، ناتو عربي جديد، ودائما الهدف هو حرف البوصلة عن فلسطين.
نعم، هو يعني كان أحد الأهداف الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء تحالف بعد مؤتمر الرياض التي حضرته 41 دولة. هذا المؤتمر كان الهدف منه تكريس وضع هذا التحالف في مواجهة إيران، ووضع الكيان الصهيوني في موقع التحالف، يعني تصبح العدو إيران وليس الكيان الصهيوني. هذا ما يريد، هذا الحكي فشل، لأن هناك ظهر هنا الآن نتائج هذا المؤتمر ثلاثة قضايا مهمة جدا، وعلينا أن نراها ونقراها بشكل جيد، لأن هذه من تبعات هذا المؤتمر. أولا، هذا التحالف بدأ يتفكك، يعني حينما تخرج قطر الآن، واليوم على ما يبدو أن هناك قرارا بقطع العلاقات مع قطر مع أربعة دول. صحيح. من مصر و السعودية، مصر، الإمارات، والبحرين، قطعت علاقاتها مع قطر، والبحرين والإمارات والسعودية. هذا قطر، وقطر هنا مطلوب منها، مطلوب عبر الكويت، طلبت السعودية تغيير أمير قطر لواحد آخر يكون تابع للسعودية. هذا الكلام، هذا تفكك، بالإضافة أن هناك خلافات أخرى ما بينهم، وهو طبعا محسوب على قطر، محسوب على تركيا وعلى الإخوان المسلمين، هو صراع بين الوهابية والإخوان. نعم. هي موجهة إلى تركيا. من هنا إذا ربطنا هذا الموضوع مع ما أنشئ من جيش السوري الحر الجديد، هو كان من أجل ضرب تركيا في هذا الموضوع. هذه نقطة. نقطة ثانية، في الولايات المتحدة الأمريكية أحد أهدافها الأساسية ليس الدخول في معركة مباشرة، وإنما هي تريد نهب السعودية ودول الخليج، نهب النفط. حينما عقدوا هذه الصفقة بحوالي 400 مليار بالمليار، هذه الأسلحة ما هي موجودة قسم منها بالسعودية، ودائما السعودية بتدفع بالستين 70 مليار كل سنة بتدفع للولايات المتحدة. إذن الهدف من هذا هو إفقار السعودية من أجل السيطرة على النفط ورهن النفط السعودي والخليجي إلى مئات السنين القادمة. إذن الولايات، هذا ما تحدث فيه ترامب، أن أمريكا أولا، فبالتالي هو ما هو سائل لا عن السعودية ولا عن العرب ولا عن الأخطار العربية، ولا حتى سائل عن المصالح سوى أنه كيف يجمع المال. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي النقطة المهمة، ترامب دخل في عملية صراع حاد مع ما سمي الدولة الأمريكية العتيقة. هذه الدولة بدأت ترى في هذا الرجل، وكما سبق أن تحدثنا في كثير من المواقع والإعلام، وقلنا أن هذا الرجل ليس رجل دولة، هو رجل صفقات، وهي إحدى الصفقات كما قلنا عنها اللي هي صفقة الأسلحة. هذا ترامب اليوم رفض أن يوقع اللي هي اتفاقية المناخ في العالم، وهي تعتبر هذه من الأولويات في الولايات المتحدة والدول الغربية، وبالإضافة حتى روسيا والدول العالمية المهتمة في هذا المجال فبالتالي عدم توقيعه هذا سيقصر عمر ترامب في رئاسته الولايات المتحدة. وأنا هنا خلينا أعكس رغبة من الرغبات، ولا أقول أني أرى أن ترامب لن يكمل مدته، هذا رأيي في هذا الموضوع، وسنرى في الأيام القادمة أن هذا ترامب لا يمكن أن يأخذ مدته كاملة في هذا، لأنه هناك أصبح صراع عام داخل الولايات، وإن هذا الصراع مش مكشوف. فبالتالي هذه من التأثيرات التي حصلت في دخول الولايات المتحدة بعد الهزائم التي حصلت فيها كل أتباعهم في هذه المنطقة. فبالتالي إذن المشروع السعودي طلع خارج هذه اللعبة، ما بيستطيع أن يحقق شيء، والأتراك نفس الكلام. بظل عنا هنا لنقول ما يحاك من الجبهة الجنوبية، اللي كثير من الإعلام تحدث عنها وكأنه الجبهة الجنوبية
الجنوبي سيكون هناك عمل كبير وإلى آخره. أنا أقول بكل بساطة أن الجبهة الجنوبية هذه وما يحضر فيها لن يستطيعوا أن يتقدموا في الأراضي السورية، يعني لن يستطيعوا. هلا ببعثوا كم من واحد بيدخلوا بطرق وطرق بالتسلل من المسلحين الى اخره في عمق، لكن ترى سيد ابو حازم انه ربما نشهد تصعيدا في الجبهه الجنوبيه بناء على التحشيد من قبل الامريكي. نعم، وخاصة أن عملية الفجر الكبرى التي يقوم بها اليوم الجيش السوري وحلفائه من الجمهورية الإسلامية وحزب الله وكل المقاتلين الشرفاء في هذه الأمة بالتنسيق مع القوات العراقية المتقدمة، هذا سيضرب وسيعزل هذه المنطقة، لأنه أحد أهداف الولايات المتحدة كانت في منطقة الرقة ودير الزور هما عزل هذه المنطقة بين سوريا والعراق حتى لا يكون هناك خطا بيريا بين طهران ودمشق. ولكن وجود الآن الجيش العراقي وأخذ كل منطقة الإبعاج القريبة من الحدود السورية أصبح هناك الصر، وبالتالي أصبح هناك اتصال مع القوات السورية، فبالتالي لن تستطيع الولايات المتحدة أن تحقق مشروعها بإغلاق هذه المنطقة. نعم، ذكرت نقطة سيد أبو حازم أنقلها إلى ضيفنا الذي انضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الأستاذ فراس صقر الباحث في الشؤون العربية. تحية لك أستاذ فراس. تحياتي لك ضيفك الكريم ورمضان كريم للشعب العربي السوري. كل عام وأنت بخير. أستاذ فراس كان يتحدث بنقطة سيد أبو حازم وهي ما يتعلق بالصراع الخليجي الذي تفجر ما بعد زيارة ترامب للمنطقة. ماذا في الخلفيات والدوافع؟ نعم، واليوم بطبيعة الحال السعودية مصر الإمارات البحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. نعم، ونضيف إليهم المالديف وليبيا واليمن، سبع دول قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. حقيقة مثل ما تفضل ضيفك الكريم أن هناك خلاف خليجي، لكن هذا الخلاف هو خلاف قديم يعود حقيقة إلى عام 1937، حتى قبل استقلال الدول الخليجية عن الاستعمار البريطاني، وتدخلت بريطانيا أكثر من مرة لحل الأزمات فيما بينهم. لكن بدأ هذا الخلاف عام 1986 عندما حاولت القوات القطرية احتلال مجموعة من الجزر البحرينية، وذلك بهدف التوسع والسيطرة على حقول الغاز الموجودة في تلك المنطقة، إضافة إلى محاولات القطرية المستمرة لأن تخرج وتتمرد على الاستفراد السعودي بالقرارات الخليجية وأن تلعب دور المتمرد عن دول مجلس التعاون الخليجي كما يسمونها هم. وبالحقيقة تفجر هذا الصراع مرة أخرى عندما التجأت كل من قطر والبحرين إلى محكمة العدل الدولية لحل موضوع الجزر المتنازع عليها، والذي حكمت بطبيعة الحال إلى صالح البحرين، فحملت قطر السعودية المسؤولية بذلك. وعندما جاء في عام 2001، دعيني أذكر لك التواريخ، وفي عام 2002 عندما ساءت العلاقات الدبلوماسية ما بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول، وبدأ والتفجيرات التي استهدفت القوات الأمريكية في منطقة الخبر، ومحاولة القوات الأمريكية الخروج من السعودية وإيجاد قاعدة عسكرية لها في الخليج، تبرعت قطر من تلقاء نفسها وأعطت للقوات الأمريكية تلك القاعدة انتقاما من السعودية، ولكي تضمن لنفسها حليفا أجنبيا يمنع أي محاولة عدوان سعودي عليها. وبالتالي سحبت القوات الأجنبية الأمريكية التي كانت متواجدة من السعودية، سحبتها إلى قطر، والتي استخدمت فيما بعد كمنصة لضرب العراق كما شاهدنا بعام 2002-2003. إذن هذا ما فجر الصراعات. على أثر قامت السعودية بسحب سفيرها، هذه المرة الثالثة التي تسحب بها أمريكا السعودية سفيرها من قطر منذ عام 2000 وحتى تاريخه. سحبت سفيرها بعام 2002، رفضت أن تحضر القمة العربية بقطر بعام 2000، رفضت أن تحضر مؤتمر عن دعم حماس بال 2002، ثم سحبت سفيرها مع الإمارات والبحرين بعام 2014 حتى حدثت وساطة معينة أعادت تلك العلاقات، واليوم عادت كل هذه الأمور إلى الواجهة مرة أخرى مثل ما تفضل ضيفك الكريم بعد زيارة ترامب، وبعد أن دفعت السعودية سكوت أمريكا عن سياساتها.
السعودية لا تريد لأي دولة في المنطقة العربية سواء كانت عربية أو غير عربية أن تنافسها الزعامة على منطقة على المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية. لذلك تبنت قطر المتمردة عليها تبنت المشروع الإخواني المناهض للمشروع السلفي الذي تدعمه السعودية. نخطئ عندما نظن بأن قطر والسعودية تحالفتا ضد سوريا، هم لم يتحالفوا أبدا، لكل دولة مشروعها في سوريا، ما جمعهم هو العداء لسوريا، هذا ما جمعهم. أما أن نقول أنهم بيحلف بعمره ما بيكون قطر والسعودية بيحلف. لذلك عندما نتحدث عن الخلاف الخليجي الخليجي لا يمكن أن ننظر إلى هذه اللحظة ونقول بأنه وليد هذه اللحظة. دعيني أنوه إلى نقطة هامة جدا فجرت الخلاف أكثر من زيارة ترامب، هو ما يحدث في اليمن. الإمارات والسعودية تدعمان انفصال اليمن الجنوبي عن اليمن الشمالي من أجل السيطرة على مضيق باب المندب وبالتالي التحكم بالحركة الملاحية. هذا الأمر يزعج قطر التي تحاول أن تلعب دورا إقليميا 10 أضعاف أو 100 ضعف حجمها هي كدولة، والتي تدعم بدورها تنظيم القاعدة في اليمن لكي يسيطر على كامل اليمن ويبقى اليمن ضعيفا موحدا لكن ضعيفا ويتبع مثله مثل أي دولة سيطر عليها الإخوان المسلمون إلى قطر. لو سمحت أستاذ فراس، نعم عذرا على المقاطعة، لكن أكثر من نقطة أريد أن أقولها لسيد أبو حازم. سيد أبو حازم، آلات هذا الصراع اليوم بين داعمي الإرهاب في المنطقة، هذا الصراع الخليجي، وهل يتوقف عند هذا الحد أي قطع العلاقات مع قطر؟ لا، هو يعني مسألة الخلافات في دول الخليج هو منذ أن أنشئت هذه الدول بعد بروز النفط في هذه المنطقة وظهوره من القرنين الماضيين، هناك خلافات معروفة يعني في التاريخ، وهذا الحكي مش هذا الموضوع تبعنا اليوم. يعني بين آل الصباح كان في خلافات في الكويت مع السعوديين، وآل سعود مع القطريين، وآل ثاني وآل مكتوم، كل هذا في خلافات كثيرة في هذا الموضوع. ولكن هو اليوم الخلاف السياسي الكل من يحمل له مشروعه، قطر وتركيا يحمل مشروع الإخوان المسلمين، السعوديين نعم يحملوا مشروع التكفيري، الولايات المتحدة الأمريكية ضائعة ما بين هذه المشاريع، مش محددة موقفها بالضبط هي مع من. لكن سيد أبو حازم، ألا ترى بأن كل الجاري اليوم، لو سمحت لي وعذرا على المقاطعة فقط، مهمة أختي، تفضل. الولايات المتحدة بتقول لك خليهم يضلوا يتقاتلوا مع بعضهم ومش ما عندهاش مشكلة، المهم هي أن يكون الصراع موجود في المنطقة لتدمير بعضهم. إذن هناك ضوء أخضر أمريكي اليوم على هذا التوجه ضد قطر من قبل المحور، هذا محور دعم الإرهاب. نعم، هناك ضوء أخضر أمريكي لكل الحاصل اليوم. نعم، الدور الأمريكي في هذا هو يريد إدامة الصراع والصراعات والفتن وهاي يعني الفتن والخلاف المذهبي في هذه المنطقة لفترات طويلة، لأنه هنا يصبح مرجعية دون أن يشرك قوات على الأرض، هذا ما تريد الولايات المتحدة. ولهذا هم مر بوقفوا إلى جانب قطر وتركيا مع مشروع الإخوان المسلمين، وتارة أخرى بروحوا عند مشروع السعوديين، وتارة مع المصريين إلى آخره. فبالتالي الولايات المتحدة هذا هدفها، واليوم وخاصة ترامب هو هدفه أن يفقر الخليج ويسيطر على النفط، هذا هدف الأساسي والمركزي عنده. أما خلي هذه المنطقة تضل تدمر بعضها ما عنده مشكلة، وهذا حكاه في خطابه، من تابع خطابه في مؤتمر الرياض قال الولايات المتحدة لن تنزل قوات وتقاتل عنكم، تفضلوا روحوا قاتلوا انتوا لحالكم، وانتوا واجهوا هذه المشاكل الموجودة. فبالتالي هذا هو موقف الولايات المتحدة، هو موقف مادي بحت، هو كيف يتم نهب هذه المنطقة وتظل هذه المنطقة في صراعات إذا لم ينجحوا في تقسيمها. لأنه أنا أعتقد أن المشروع الولايات المتحدة في تقسيم المنطقة والمشروع الصهيوني الأمريكي اللي هو إقامة الشرق الأوسط الكبير، لقد انتهى هذا المشروع وسقط سقوطا كليا، ولن يستطيعوا أن يبنوا أي منطقة آمنة في داخل سوريا أو يمزقوا
أي جزء من تراب سوريا. أنا بعتقد أنه القادم لمحور المقام هو بالعكس استعادة كل الأراضي المحتلة وضرب حتى ضرب معاهدة ساكس بيكو التي مزقت بعض الدول عن سوريا الطبيعية اللي معروفة، الكيانات الثلاثة الأردن واللبنان والكيان الصهيوني في فلسطين. فبالتالي إذن محور المقاومة يسير في خطى انتصارات قادمة، هذه الانتصارات ستستقر المنطقة، وأنا أرى أن كل هذه الدول المحيط لا خيار أمامها بعد كل هذا التخريب إلا أن تعود إلى حدودها الطبيعية، إذا لم تقسم هي، إذا لم تفتت هي، إذا لم تدخل الصراعات إلى بيت آل سعود بشكل مكشوف، ولو أن هذه الصراعات موجودة عند الأمراء السعوديين إلا أنه قد تكون بشكل مكشوف وعلني كما هو الآن، كما برز الصراع بين قطر ومجلس التعاون الخليجي. أشكرك جزيل شكر لوجودك معنا أبو حازم صغير أمين حركة سر فتح الانتفاضة، شكرا جزيلا لك. أنتقل إليك أستاذ فراس. أستاذ فراس، أبقى في ذات النقطة، مآلات هذا الصراع اليوم بين داعمي الإرهاب. نعم، هذا هو السؤال المهم وهذا هو لب الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم. اليوم الجيشان العربيان السوري والعراقي قد انتصرا على الإرهاب انتصارا كاملا، لم يبقى إلا بعض الجيوب القليلة، وبالتالي انهزم المشروع الإرهابي الذي كان يستهدف تقسيم كلا الدولتين، وبالتالي انهزم داعميهما. خلينا نقول انه مثلا داعمي الارهاب، يعني المشروعين السلفي والاخواني اللي كان يحاول ان يكون له مكان في سوريا والعراق، من كان يدعم كلا المشروعين؟ السعوديه ومن معها، وقطر وتركيا ومن معهما. اليوم بعد ان دفعت السعوديه ثمن الصفقه الى امريكا، ارادت تلميع صورتها بانها دوله ليست داعمه الى الارهاب، وتم حصر الارهاب وكان قطر هي الممول الوحيد للارهاب. اليوم نسمع بان قطر هي تدعم جبهه النصره، وجبهه النصره بمعظمها سعوديون، وهذا الموضوع للاسف هو مثير للسخريه قبل ان يكون هو يعني موضوع ينطرح للنقاش السياسي. السعودية تتهم قطر بأنها تدعم جبهة النصرة، السعودية تتهم قطر بأنها تدعم داعش، السعودية تتهم قطر بأنها تمول الإرهاب في ليبيا وأفغانستان. إذا هذا ما يثير السخرية اليوم، بأن قد تضاربت المصالح وهزم الجميع في سوريا والعراق، وبالتالي على من سيلقى اللوم؟ لا بد من إيجاد كبش للفداء، وبالتالي لا بد من أن تكون قطر كونها الحلقة الأضعف، وكأن لأن قطر أخطأت خطأ كبيرا بأنها لعبت أدوارا أكبر من تلك التي كانت مسندة لها، ظنت بنفسها بأنها دولة ذات دور فاعل وأقليمي في المنطقة، وبالتالي اليوم ستعاقب على كل الأخطاء التي ارتكبتها منذ عام 1995 ومنذ بدء قناة الجزيرة ببث سمومة ونشرها الفتن على كافة البلدان العربية، والتي كانت سبب رئيسا لاشتعال كافة الأحداث في الوطن العربي. إذا اليوم سنلاحظ بأنه سيتم تبرئة السعودية شكليا، ستبرئ إعلاميا بأنها لم تكن تدعم الإرهاب وأنها ليست دولة إرهابية، وسيتم تصوير بأن قطر هي الدولة الوحيدة التي دعمت الإرهاب ومن خلفها تركيا. دعيني أشير إلى نقطة هامة جدا أدت أيضا إلى إثارة الخلاف، ومحاولة قطر السماح لتركيا بأن تنشر قاعدة عسكرية لها في الخليج، وهذا الموضوع ممنوع من قبل السعودية، لن تسمح السعودية لأي دولة غير الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وبريطانيا. لكن أستاذ فراس لو سمحت لي، نعم، لكن هل هذا الصراع كيف سيتفاعل في المرحلة المقبلة، وهل يقف عند حد قطع العلاقات مع قطر؟ نعم نعم نعم، سيقف عند هذا الحد، سيتم محاصرة قطر، سيتم يعني ضرب أي مشاريع تمولها قطر. هناك تهديد حتى الآن، هو أنقله على لسان ما سمعته من الأخوة المصريين، هناك تهديد بأن تقوم
وحدات من الجيش المصري بمعاقبة قطر ويمكن أن تنفذ يعني ضدها ضربات. هذا الموضوع ليس صحيحا حتى هذه اللحظة، هو عبارة عن ضجة إعلامية لا أدري إلى أي مدى يمكن تنفيذه على حقيقة الواقع، لكن السعودية لن تتخذ أي إجراء ضد قطر، هذا مؤكد. الإمارات لن تتخذ أي إجراء ضد قطر. إذا قرأنا البيانات نلاحظ بأنها تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة، ولكنها لن تقف بوجه الشعب القطري، يعني هي قطعت فقط العلاقات مع آل ثاني. إذن الموضوع لن يأخذ أبعد من هذا المجال، سيتم إعادة قطر إلى حجمها الطبيعي كدولة صغيرة في الخليج العربي، ممنوع عليها أن تقيم علاقات أكبر من تلك التي تسمح لها السعودية بذلك. وأنا أقول إذا كان البعض يعول على ضربات عسكرية، يعني الموضوع حتى هذه اللحظة هو بيد الجيش المصري وحده. نعم. الجيش المصري وحده هو من يحمل قطر مسؤولية الأحداث الأخيرة في مصر، وبالتالي هو الوحيد الذي يمكن له أن يتخذ هذا القرار، ولا يمكن لأي دولة ثانية أن تتخذ مثل هكذا قرار. أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا أستاذ فراس صقر الباحث في الشؤون العربية، كنت معنا عبر الهاتف من اللاذقية. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدي الأخبارية سوريا أينما كنتم. ترقبوا آخر التطورات في استوديو الحدث عند الساعة 4. في أمان الله.